مجددا مشاهدينا متابعينا الكرام من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن، شوط انتهى وشوط يتحرك وشوط يستعد. هذا هو ميدان الهباب، وهذه هجنة، وهذه انطلاقات، وهذه شعارات، وهذا هو تنظيمه. ينطلق الشوط الثالث على البركة بفئة الجعدان المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ وشعارات أبناء القبائل، 4 كيلومترات نقيس فيها بالمقياس، ونحسب الأمتار والثواني على هذه الهجن المنطلقة. ونرحب بشعار أحمد بن عتيج بن خفية على المركز الأول، من يقدم لنا هملول المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اللي بالمركز الثاني بقيادة عبيد بن محمد بضبيعة، من يتقدم بالمركز الثاني. أما المركز الثالث نشوف في ثالث المراكز، هذا هو توفيق، هذا هو توفيق اللي يبقي له متابعة، يبقي له ايضا مراقبة، يبقي الناموس الاول. انتظروا المزيد من هذا الشعار وهذا الاسم. المركز الثالث فيأتي مشوش محمد بن سلطان بن دميثان، المركز الرابع العناب، المركز الخامس نقول مكرم سيف بن مطر بن محمد بطبيعة، المركز السادس، المركز السادس عندنا مدهش راشد بن صابر بن سعيد بن صابر، والمركز السابع اللي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة عبيد بن محمد بضبيعة، المركز الثامن، المركز الثامن القادم هذا الطياري، الطياري الحمد بن مطر بن رفيعة الفلاسي، والمركز التاسع مياس، مياس السيف بن سالم بالطبيعة. ليش تبي من يقدم مياس؟ مياس ابو عقال ولا مياس الناموس ولا مياس القصيد ولا مياس وين هذا؟ المهم واحد منهم، واحد واحد منهم. المركز العاشر مثير محمد بن حمد العويسي، هذه الاسماء الحاضرة، هذه الاسماء الحاضرة يا مشاهدين، يا مشاهدين. الشوط شوط توفيق، الشوط شوط توفيق والله. ومن البداية نحن نقول شوطة، ولكن يمكن في حسابات ثانية اليوم، الله أعلم، ما أدري، ما أدري، ونشوف. نحن بنتابع، بنتابع منو عندنا اللي بالمركز الثاني. فهنا يتواجد محمد السلطان بن دميثان، راعي مشوش، راعي مشوش، اللي بدأ يشوش، اللي بدأ يشوش على توفيق. لا لا، توفيق ما يشوش عليه، هذا 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 عملة نادرة، هذا عملة نادرة، ما يشوش. أصلي أصلي أصلي، ماما بشغل صيني تشوش عليه يا بن دميثان. لا لا، هذا كله كله رقم واحد، نمبر 1. المركز الثالث عندنا بن خفية، عندنا بن خفية راعي هملول محمد بن عتيج بن علي بن خفية. المركز الثالث الرابع اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة عبيد بن محمد بالضبيعة، واسمه اللي هو العرب، عرب 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 بالمركز الرابع. والمركز الخامس هذا شعار بالطبيعة، هذا شعار بالطبيعة القادم بالمركز الخامس على ظهر مكرم السيف المطر بن محمد بالطبيعة. والمركز السادس، المركز السادس عندنا الطياري حمد بن مطر بن رفيعة. والمركز السابع هذا شعار صابر راشد بن صابر بن سعيد بن صابر. والمركز هناك سيف بن سالم بالطبيعة. هذه الأسماء، خلاص خلاص، نسير عن توفيق، نسير عن توفيق. بيتم يعني، ما بيقول أنا وين وين أنا وين اليوم، مركض مفحم روحي في ميدان. لا لا لا، العرب عندك، عندك العرب موجودين، ولكنك أنت عاد أخذت كادر واحد، أخذت كادر الأول، أخذت الكادر الأول، أخذت الكادر الأول. جاهزة يا أبو محمد، جاهزة، لا تضرب لا تقول له، خلاص مرة سيدة على السوان، سيدة على ميدان السوان. بياخذ السيارة، بياخذ السيارة، بياخذ السيارة، نعم. ورد على اللبسة، لا توديه، لا ترد له، رد على اللبسة مرة، لأن المهرجانات متقاربة بين اللبسة وبين رأس الخيمة. وهو جاهز ما شاء الله بعد، هو جاهز ويتلفت، يدور 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 السويتش وين، نقول لك هناك بالسوان. المركز الثاني عندنا مشوي محمد بن سلطان بن دميثان، وبقية المراكز تقريبا انسحبوا عنا بعيد، عنا بعيد. روح يا بن معدن، روح، خلنا نشوف توفيق وعروضه واخباره وتضميره واصله
وفصلة ومرباعة ويا حي هالطلة يا حي هالفال يا سلام. شوف شوف جرح روح ارصد يا منير روح يا منير روح ارصده ارصد يابو. الله 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 شفت القعود الفردي من غير ضرب يسير من غير ابدا شوي لها نبه انتباه سواله حالة انتباه سواله حالة انتباه. هل هو يبغي التوقيت ولا يبغي انه يقول له خليك جاهز خليك جاهز للمهرجانات خليك جاهز للمهرجانات. عندنا مرة المهرجانات متابعة اليوم في هذا الشهر خاصة في هذا الشهر مهرجان رأس الخيمة يوم الأحد القادم مهرجان اللبسة تاريخ 5/1 ومهرجان المؤسس في الشحانية ومن بعد يعني المهرجانات الكبيرة. وهذا هو التوفيق هذا هو التوفيق الذي يبحث 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 عن التوقيت الأفضل عن التوقيت الأفضل. صباح الخير نقول صباح الناموس صباح الانتصارات المتكررة باسم هذا الشعار. نهني نهني سيف بن علي بن راشد بن كليب على فوز توفيق بالمركز الأول في أول أشواطنا الرئيسية للمحليات الأصايل. المركز الثاني المركز الثاني مشويه بن ميثان. المركز الثالث فهنا يأتي مياس بسيف سالم بالطبيعة. المركز الرابع البطبيعة والمركز الخامس عندنا البرفيعة. وهذه النتيجة مشاهدينا الكرام توقيت كم 6:15 ثانية تهان